أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حصاد الظهيرة، نقدمه لكم أنا لينا سلام وزميلي سعد ناصر. شكرا لينا. البداية مشاهدينا بأبرز العناوين. مواجهة عنيفة داخل أحياء الرمادي وعمليات قصف مدفعي على أجزاء أخرى من المدينة. حلم العودة إلى الديار يشكل الشغل الشاغل لناجحي محافظة الأنباء في إقليم كردستان. سنكر اللي يجب الإقامة به نور المالكي رئيس الوزراء يوم أمس. تظاهرات لأنصار سيارة الصدر ترفض اتهامات المالكي للصدر وتدعو الأخير إلى التراجع عن قرار اعتزاله الحياة السياسية. يعني أنا تبيتنا عائلة كبيرة، فالحديقة نعطيناها لأخويا بنا بيها، فهذا بيتنا خيمة حقيقة. أزمة السكن تحاصر سكان العاصمة بغداد، الكثير من البغداديين يلجؤون إلى تقطيع منازلهم وتحويلها إلى منازل. أهلا بكم إلى التفاصيل. دارت مواجهة عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل أحياء الرمادي مركز محافظة الأنبار في وقت تجددت فيه عمليات القصف المدفعي على أجزاء أخرى من المدينة. ونقل مراسلون عن مصادر أمنية بأن الاشتباكات بين قوات الجيش تساندهم الشرطة المحلية والصحوات من جهة ومجموعات مسلحة من جهة أخرى تركزت في أحياء الحوز والبكر وسط الرمادي والضباط، وأسفرت عن إصابة ضابط في الجيش برتبة عقيد وإعصاب عجلتين من نوع همر بحسب المصادر. وفي غرب الرمادي تحديدا في منطقة 7 كيلو استهدف مسلحون برج مراقبة تابع للشرطة المحلية بصاروخ جراد أدى إلى انهيار البرج بالكامل دون وقوع خسائر بشرية. إلى ذلك أفاد شهود عيان بأن مسلحين مجهولين قاموا بعمليات سلب ونهب لمنازل مسؤولين حكوميين في الفلوجة. السيد المحافظ البارحة يقول دوام رسمي، هو طالب وين يداوم هذا القصف العشوائي؟ يعني إذا يروح للدوام هذا القصف وهذا الرمي، وين يركز الدوام؟ وأصلاً شلون غير من الأمان؟ واستغرب طلبة المراحل الثانوية والكليات في مدينة الفلوجة دعوة الحكومة المحلية لهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة في وقت لا تزال المدينة أشبه بساحة معركة تشهد اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة. ووجه عدد من الطلاب دعوات لوزارتي التربية والتعليم العالي لإيجاد بدائل لهم لتعويض ما فاتهم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية واللحاق بأقرانهم في المدارس والجامعات العراقية. احنا طلاب طبعا، وهاي صار لنا حوالي راح تصير 6 أشهر احنا مداومين، وقصف عشوائي مستمر بس قاعد تسمع انت القصف باذني. وسيد المحافظ البارحه يقول دوام رسمي، هو طالب وين يداوم هذا القصف العشوائي؟ يعني اذا يروح للدوام هذا القصف وهذا الرمي، وين يركز الدوام؟ واصلا شلون غير يامن الاموال حتى يداوم؟ يعني انا الماكو، وراحت علينا سنة دراسية كاملة، المحافظات الباقية دا يدامون واحنا راحت علينا هاي السنة، يلا احنا شنو دنبه؟ امان ماكو، يريدون من عندنا دوام، وين الدوام؟ وين الدوام؟ طق وقصفهم سجارات، يعني وين الدوام؟ والمحافظة يريد من عندنا دوام، ترى ما صايرة، غير توفرون لنا الامان حتى نقدر نطلع، نقدر نروح، نقدر نجي ونروح الدوام مالتنا. يعني ما صار هاي فكات، وهاي رجعت المناطق تعبانة ورجعت ترجع الأهالي وترجع تطلع مهجرين، والوضع مثل ما تشوف الطلاب راحت عليها الدوام، هاي اسمع أصوات انفجارات وحتى العالم ما تنام الليل، والبيت الطلاب راح مستقبلهم لأن 3 أشهر فاتهم الدوام وفاتتهم امتحانات الكورسات وحتى الامتحانات الفصلية فاتتهم. الرئيس الجامعة الرجل يقول نعوض احنا ان شاء الله بالصيف، بس الدوام بالصيف تعرفون ان شاء الله راح يصير، حتى الطلاب بالمحافظات راح يجوا، لان جامعة الانبار فوق ما شاملتهم بس طلاب الرماد والانبار، والجسور مزدودة ووضعية الفلوج هاي شوفوها شلون قايلة. إلى ذلك وجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناشدات ودعوات إلى أطراف النزاع في محافظة الأنبار من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المحافظة.
ونقل بيان للجنة الدولية عن بيتر موير قوله قبل أول زيارة له للعراق إن اللجنة قدمت منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في الأنبار مساعدات لما يربو على 52 ألف نازح كانوا في أمس الحاجة إليها، مؤكدا حاجة العراقيين لا سيما في المناطق النائية من البلاد إلى مواجهة عواقب النزاع التي ما زالت تندلع. وهذا ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الدولي خلال زيارته للعراق مسؤولين حكوميين ونازحين عراقيين للإطلاع على أوضاعهم. وللوقوف أكثر على تطورات الوضع في الفلوجة والرمادي ينضم إلينا السيد صباح الكرحوت رئيس مجلس المحافظة. أهلا بك سيد صباح، كيف يبدو الوضع الآن في الأنبار وهل هناك فعلا عمليات نزوح تشهدها حاليا للعائلات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محافظة الأنبار تشهد بعض العمليات العسكرية في أطراف محافظة الأنبار وخاصة في مدينة الرمادي. هذه العمليات اشتركت فيها قوات الأمنية وقسم من العشائر وأبناء العشائر الموجودة في محافظة الأنبار لتطويق مدينة الضباط والمناطق الأخرى القريبة على شارع 60، وإن شاء الله تقريبا أكمل الإجراءات فيها. اليوم الأزمة في محافظة الأنبار أزمة حادة جدا، دعونا جميع العشائر وشيوخ العشائر وعلماء الدين إلى الوقوف بصلابة مع محافظتهم من أجل تطويق الأزمة وعدم وجود إجراءات ترمي إلى واقع مرير وهو الفلات الأمني وخاصة في مدينة الفلوجة ومدينة الجرمة. نتأمل من عشائرنا وخاصة الذين كان لديهم لقاء عشائري مع جميع عشائر الأنبار الزعلانين والراضين حسب المفهوم اليوم الذي نتحمله، لا يمكن قبول الخلل ونحمل جميع الشيوخ العشائر مسؤولية عدم الوقوف مع المحافظة وعمل إجراء جديد وهو تحمل ما يتحمله المواطن. اليوم النازحين بلغ تعدادهم أكثر من 800 ألف نازح. اليوم بالاتفاق مع قادة الجيش ومع معالي وزير الدفاع تم فتح منفذين على مدينة الفلوجة، مدفع الشارع العام بغداد فلوجة ومنفذ الفلوجة رمادي، ودعونا جميع النازحين إلى الرجوع إلى مدينة الفلوجة بعد أخذ تعهدات من دولة رئيس الوزراء وحسب القرار الذي أرسله إلينا اليوم رقم 72 قرار مجلس الوزراء في المساهمة الفعلية في إرجاع النازحين إلى. طيب سيد صباح، سيد صباح إذا سمحت لي، يعني الدعوات لعودة النازحين، هل الأجواء الآن يعني مواتية في محافظة الأنبار؟ هل الأرضية يعني مناسبة لعودة النازحين الذين نزحوا من محافظة الأنبار إلى منازلهم في ظل يعني استمرار القصف العشوائي، في ظل استمرار الاشتباكات، في ظل تردي الوضع الأمني عموما في محافظة الأنبار، في ظل عدم وجود يعني مستشفيات آمنة، في عدم وجود إلى حد هذه اللحظة الطلاب لم يعودوا إلى مقاعدهم الدراسية، هناك تخوف من قبل النازحين بقضية تفخيخ المنازل، هل وفرتم البيئة الملائمة لعودة النازحين كي تطالبون بعودتهم؟ سيدي العزيز، اليوم مدينة الفلوجة المواطن يريد الرجوع إليها بكل قوة، وأكثر من عشيرة أو من عوائل فاتحونا بالرجوع وقلنا لهم هناك إجراءات أمنية يجب اتخاذها بعد أخذت موافقة الحكومة المركزية ووزارة الدفاع على عدم ضرب مدينة الفلوجة، وهناك اتفاق جرى مؤخرا مع وزير الدفاع ومع رئيس الوزراء بعدم قيام الجيش بعمليات عسكرية في مدينة الفلوجة، مما حدا بنا إلى إعادة العوائل النازحة إلى مدينة الفلوجة حتى نستطيع العمل سويا مع أبناء الفلوجة ومع عشائر الفلوجة ومع وجهاء الفلوجة وعلماء دين الفلوجة على رمي السلاح وذهاب إلى أماكن أخرى على أطراف الفلوجة. نتأمل المواطن اليوم بدلا أن يكون في أربيل والسيمانية وصلاح الدين أن يكون في مدينته، لأن مدينته أولى به من غيره. ولكن هناك بعض الأمور التي يجب على الحكومة المحلية تحملها وهي كيفية إجراءات رجوعهم وإعانتهم ماديا حتى يستطيع المواطن العيش بأمن وأمان في هذه المدينة.
نحمل المسؤولية اليوم على الجميع حكومة وعشائرا. اليوم الأمن مسؤولية الجميع، فيجب أن يكون هناك احنا في مجلس محافظة الأنبار دعونا إلى الانفتاح على جميع العشائر والمثقفين والجامعات وعلماء الدين، وطرح مشروع الوحدة الوطنية وهي نعتبرها الحل حل جميع الأزمة في محافظة الأنبار، وتشكيل لجان من الحكومة المحلية في الأنبار وبإشراف مباشر من مجلس محافظة الأنبار، الغرض منه هو الأمن والاستقرار وإعادة الأعمار وتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بعدما اليوم وصلنا تقريبا مليار دولار إلى محافظة الأنبار وبسبب سيد صباح، يعني المعلومات التي تقول أن هناك الحكومة خصصت 3 مليارات دينار عراقي لتوزيعها على العوائل المتضررة، هل لديك معلومات عن الآلية التي المتبعة في توزيع هذه المبالغ لتقديم الدعم للنازحين؟ نعم الآليات، احنا وصلنا سابقا مليارات واليوم وصلنا 3 مليارات من مبلغ 20 مليار الذي أوعدنا في دولة رئيس الوزراء لدعم المتضررين والنازحين والمهجرين. مبلغ 3 مليار تم تشكيل لجان من قبل رئيس الدار الوحدة الإدارية للناحية والقضاء وعالم الجامع أو إمام مسجد وأحد أعضاء مجلس القضاء أو الناحية أو مدير الناحية أو قائم مقام. هذه اللجنة سوف تباشر أعمالها بتوزيع هذه المبالغ، وحسب النسبة المعطاة إلينا 3 مليار تتوزع على تقريبا 50,000 عائلة، وهذا الموضوع إن شاء الله إذا أكون هناك على أساس 5 مليارات المحافظة لن توزعها هذا المبلغ لا يكفي، ولكن نتأمل بتقديم عادل مصدر مبالغ قوية حتى نستطيع. أنا دعونا رئيس الوزراء إلى تقديم المبلغ 100 مليار حتى نستطيع إيصال على الأقل مبلغ 1,000,000 دينار أو 500,000 دينار للنازح. طيب كيف كانت تلك الاستجابة سيد صباح، يعني رغية مطالبتكم للحكومة المركزية بقضية التعويضات وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، كيف كانت استجابة الحكومة المركزية لهذه المطالب من قبلكم؟ عزيزي اليوم وصلنا كتاب من رئيس الوزراء رقم الكتاب 72، هذا الكتاب مليار وسند من الحسابات العامة لوزارة المالية، تخصيص مبلغ 1,000,000,000 دولار لتعويض الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة. احنا باشرنا بتشكيل لجان من محافظة الأنبار ومن الأقضية والنواحي حتى يكون هناك اعتماد هذه التعويضات على الممتلكات الخاصة والعامة للمواطنين والعامة لأجهزة الدولة وخاصة الشوارع والكهرباء والأمور الأخرى التي تخص الحياة الاعتيادية. نتأمل إن شاء الله تعاون المواطن معنا، اليوم العمل شاق ولكن يجب أن نكون عند حس المسؤولية وعند حظ المواطن. اليوم المواطن يتأمل منا تقديم ما هو أفضل وأحسن، ولكن نريد منه مساعدة والوقوف معنا، وندعو لجميع الوزارات الأخرى التي كانت لها دور في وخاصة وزارة التجارة والهجرة والمهجرين والصحة والبلديات بالوقوف مع محافظة الأنبار لتزويدها بجميع الآليات التي نستطيع بها تنظيف المدن التي جرت فيها عمليات عسكرية، ونتأمل في القريب العاجل أن يكون هناك تثبيت الرتب الفقرية والتأكيد على دعوة شيوخ العشائر الفلوجة وعلمائها إلى الوقوف سويا من أجل حل الأزمة للفلوجة، وأن تكون المدينة هي الراعية اختيار قائم مقام وتشكيل مجلس محلي وإدارة محلية في المدينة، وإذا كان هناك العشائر إذا تريد شرطة محلية سوف تكون هناك 500,000 إلى 600,000 شرطي. نتأمل بالقريب العاجل دعوة الحكومة المحلية في الفلوجة إلى الوقوف مع سرايها. نعم، ونحن أيضا سيد صباح نحن أيضا يعني من بدورنا هنا نتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها في محافظة الأنبار. من هناك سيد صباح كرخوت رئيس مجلس محافظة الأنبار، شكرا جزيلا لانضمامك لنا في هذا الحصاد. حبيت الكوخ افضل من ما قاعد الفندق هناك بالسجن حقيقه. يعني احنا نريد مثلا سياسيين برلمان مسؤولين محافظه يشتغلون، يعني يسوون له حل. يعني هذا احنا صار لنا هذا الشهر الثالث. وبات حلم العودة إلى الديار يشكل الشغل الشاغل لنازحي محافظة الأنبار في إقليم كردستان، فبعد مرور قرابة 3 أشهر لا يزال مصير النازحين مجهولا، وهم يعيشون ظروفا إنسانية صعبة تجعلهم يتساءلون
إلى متى وماذا جنوا ليدفعوا فاتورة الخلافات السياسية التي أوصلت محافظتهم إلى هذا الحال دون حلول سياسية حقيقية؟ محمد المحمود والتفاصيل. جاءوا مرغمين يبحثون عن ملاذ آمن بعيدا عن آلة القتل التي أخذت منهم أناسا أعزاء. جاءوا إلى إقليم كردستان لينعموا بالأمان، ينتشرون في شوارعها وأزقتها وفنادقها، يجلسون في مقاهيها ليتداولوا الحديث على أمل أن يصل إليهم خبر سار من مدينتهم يعيد إليهم الأمل في العودة مرة أخرى إلى ديارهم.